مشاهدينا الكرام، بعد التوقيع على إعلان التوافق السياسي بين الكتل والتيارات السياسية السودانية والمستقلين ممن حضروا فعاليات هذه الورشة، ورشة العمل السياسي السودانية التي انتهت بالتوقيع على هذا الإعلان. هذه الورشة كان من بين ما يميزها ليس فقط الحضور الوازن لكتل وتيارات سياسية سودانية ولا لحركات الكفاح المسلح، وإنما حتى التمثيل الوازن للشباب وللنساء، وهو أيضا من بين الأسس التي كانت تقوم عليها بعض هذه النقاشات. السيدة عالية أبونا وهي القيادية بالكتلة الديمقراطية في الحرية والتغيير تنضم إلينا الآن. سيدة عالية، أهلا وسهلا بحضرتك. في ضوء الأمال التي كانت معقودة على هذه الورشة، كيف تقيمين ما انتهيتم إليه؟ شكرا للفرصة وشكرا للقناة المصرية. أنا بقول الورشة بمعناها وفحواها أنا بعتبرها ناجحة حتى لو بالنسبة بتاعة 90%. الورشة أول حاجة استعرضت إنه في كتل سياسية أخرى في السودان موجودة وقادرة تنتج مشروع وطني يقوم على المشاركة الجماعية دون إقصاء الآخر. فالورشة جمعت كل أطراف الطيف السياسي، جمعت الشمال والوسط والغرب والجنوب، جمعت المكونات الإثنية والدينية، ولاحظت التنوع والتميز الجغرافي بتاع السودان. فأنا بعتقد إنه الورشة لو خرجت بأي مخرجات، لأنه كل زول يتكلم عن منطقته وعن الحاجة اللي بتليه في الورشة، فلو حصل حل حيكون برنامج سوداني وطني شامل. في وأنت تتحدثين اليوم قلتي أنا جلست مع بعض الأشخاص الذين ما كنت أتصور أن أجلس إليهم وتحاورنا وتناقشنا، ما يعني أن هناك إمكانية كبيرة لإذابة أي جليد متراكم بين المكونات السياسية والاجتماعية والمناطقية المختلفة في السودان. ما الذي اختلف في أعمال هذه الورشة حتى تصل إلى هذه الخلاصة؟ في البداية احنا كنا بنعتقد أن النخب من الشمال النيلي هم بيحتكروا أو بيهيمنوا على فرصنا في داخل العملية التنوع السياسي، يعني ما بدونا فرصة في صناعة القرار، فدايما بيمارسوا علينا فوقية. اللي اختلف انه المرة دي هم جاءوا مقدمين بعض التنازلات، هم قالوا ما في مشكلة، حصل قصور في الفترات الفاتت من 56 مرور بالانتفاضات الاثنين والثالثة، فأنا الأوان ان احنا بعدين نضع مشروع وطني انتوا ذاتكم تكونوا موجودين في الخارطة. فعشان كده احنا هم قدموا تنازلات واحنا برضو قدمنا تنازلات وجينا قعدنا معهم. على مستوى النقاشات التي كانت مرتبطة بالنواحي الموضوعية، بالقضايا الأساسية، بالقضايا الكبرى، الترتيبات الدستورية، الانتقال الديمقراطي، العملية السياسية، العدالة الانتقالية، أي هذه القضايا رأيتي أن فيه اختراق أكبر ومساحة أوسع من تقديم التنازلات؟ والله أنا الحاجة اللي عجبتني الورقة بتاعت هياكل الحكم في السودان. في الفترة السابقة دايما نحن بنكون يعني السودان ممثل في المركز في الخرطوم فقط، ما في أي اهتمام لباقي الولايات الموجودة. في ورقة بتاعت هياكل الحكم أنا لقيت روحي كسودانية، والتعريفات يعني زمان كان التعريفات مبنية على أنت منو، أصلك منو، فصلك منو، في ناس من الدرجة الأولى وتقسيم المواطنين. فأنا يعني شفت برضو في شكل التعريفات المواطنة مبنية على السودانوية، برضو دي حاجة كويسة ممكن توصلنا لاتفاق. بعد ذاك الحقوق بتاعت الانتخاب، زمان كان في ناس معينين مسموح لهم انهم هم ينتخبوا، فهسي الكرسي بتاع المقعد بديك، يعني انت لو عندك شعب وعندك ناس بيصوتوا لك ممكن تخش الدائره الانتخابيه. في دي حاجات كويسه ومبشره بتوعد بانه السودان ده حيكون فيه حلول جذريه للازمه التاريخيه بتاعته. اذا كان النقاش بينكم وصل الى هذا المستوى، ومن كان مستبعدا من وجهه نظر البعض في مواجهه الاخر اصبح ممكنا الان، ماذا عن التواصل مع الكتل والتيارات الاخرى التي لم تكن حاضره في هذه الورشه؟ والله ده مبدا اساسي بالنسبه لنا نحن كقيادات سياسيه موجوده في داخل الكتله الديمقراطيه، انه نحن الحوار بتاعنا غير اخصائي، دي المنهجيه حقتنا. الحوار لازم يكون شمولي، يشمل اي زول ونسمع راي اي زول مهما كان هو كبير او صغير. فالحوار السوداني كل ما وسعنا دائرة المشاركة وقدرنا التنوع بتاع السودان حنصل لحلول، يعني ممكن نبقى الولايات السودانية المتحدة في تباين آرائنا وفي تنوعنا، يعني ما في شكل الحكم الفدرالي بتاعهم لكن ممكن في تنوعنا ندير التنوع ده بشكل جيد كل ما وسعنا دائرة المشاركة. آلية التعامل مع هذا الفريق أو مع المكونات الأخرى، المدى الزمني الذي قد تتصورونه، ولا ليس هناك موعد زمني قد يكون قيدا عليكم في طريقة التواصل مع الآخر؟ والله هي المشكلة السودانية شائكة جدا، يعني إحنا لو قلنا نحصر الحاجة دي فترة زمنية ما حنكون جادين، لكن إحنا حنمشي نحن بداية التواصل في لحظة وصولنا حنمشي طوالي نتكلم مع الكتل السياسية إنه ده المشروع الوطني اللي حيلمنا كلنا، وده المنبر الوطني اللي حيلمنا، المبادرة جات من أخواننا المصريين، لكن نحن حنتبنى المبادرة دي، وأي زول عنده استعداد يجي يضيف إضافته ويحذف لحد ما نصل لدستور انتقالي يقودنا لفترة بتاعت انتخابات تودينا بعد ذاك لمرحلة بتاعت شنو؟
دستور دائم للبلد. التوافق، سؤالي الأخير لحضرتك، التوافق على الحكومة بتشكيلتها أو بطريقة أو بالصيغة التي ستؤلف من خلالها. وجدنا النص الذي أتى في البيان الختامي، حكومة تكنوقراط لها انحياز للثورة، ليس لها انتماء حزبي صارخ. هذه الصيغة كيف يمكن الوصول إليها من الناحية العملية؟ والله نحن الأحزاب أهلكتنا شديد في الفترة الفاتت، فنحن فعلا الحزبية متأصلة فينا. يعني إحنا في السودان عندنا القبيلة وحدة سياسية، فنحن لو ما تجردنا من الحاجة دي ما احنا نقدر نمشي لقدام. طالما أنا قبيلتي الأفضل وإنت قبيلتك الأسوأ وإنت قبيلتك كبيرة وأنا قبيلتي صغيرة، ما حنصل لأي منتوج. فنحن حنكون حريصين جدا جدا إنه نجيب تكنوقراط عشان يدورونا الفترة الانتقالية ويوصلونا بعد ذلك حتى الأحزاب تتقيد بالمنديت اللي بيجي في الدستور. شكرا جزيلا لحضرتك سيدة عليا. تسلم. إذن كان هذا لقاءنا مع السيدة عليا أبونا القيادية بالكتلة الديمقراطية في قوى الحرية والتغيير، وهي أيضا واحدة من بين الذين حضروا فعاليات هذه الورشة على مدار أيامها انتهاء بخطوة التوقيع على إعلان التوافق السياسي، في انتظار ما قد يتلو ذلك من خطوات مرتبطة بتوسيع دائرة المشاركين والموقعين على هذا الإعلان.